وتتواصل عملية تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، وستغلق صناديق الاقتراع في 9 مساء حسب التوقيت المحلي في كل دولة لتبدأ عمليات الفرز المختلفة. وما زلنا معكم في هذه التغطية، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب. برحب بك أستاذ مؤمن. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء الخير أستاذ مؤمن. بداية يعني صف لي المشهد كما تراه على مدار الأيام السابقة، واليوم هو آخر يوم في انتخابات المصريين بالخارج. كيف تابعت المشهد الانتخابي وحرص المصريين في الخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق؟ طبعا في البداية يعني لازم نشكر أهالينا والجاليات المصرية المقيمين في الخارج على دورهم الكبير. في الحقيقة مشهد مبهج للمصريين المقيمين في الخارج، ظهورهم بصورة مشرفة تظهر للعالم كله مدى حرصهم الشديد واختيارهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم شيء يدعو للفخر والاعتزاز. رسالة قوية من المصريين بالخارج، تمسكهم القوي بجواز سفرهم، البطاقة الشخصية، كل ما يثبت مصرياتهم ووطنياتهم. النهاردة في آخر أيام التصويت في الخارج لاحظنا توافد أعداد كبيرة، خاصة الدول الأوروبية كثافة كبيرة جدا. طبعا النهاردة أجازة في معظم الدول الأوروبية. الشيء الملحوظ والذي يدعو للفخر والتفاؤل تصدر الشباب والفتيات في الصفوف الأولى، يساعدوا كبار السن، يساعدوا يقوموا كمان بتسهيل الإجراءات للإجلاء بالتصويت في مقرات اللجان. يعني لا، شيء مبهج يدعو للفخر. سيدات مصر الذي نعتز بهم جميعا يعني متواجدين بيحرصوا ان هم ياخدوا اولادهم وابنائهم الصغار يشوفوا المنظر العرس الديمقراطي واختيار رئيس يحافظ على مقدرات هذا البلد وامنه وامانه. طبعا جد حاجه نفتخر بيها في لاهالينا والجاليات في المصريين في الخارج. عندنا يعني على سبيل المثال كده لاحظناه في غرفه تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين، أسرة بتسافر 600 كيلو علشان خاطر تقوم بدورها في أسبانيا وتاخد أطفالهم 3 أطفال عشان ينظروا لوالدهم ووالدتهم وهم بيختاروا وحريصين بشدة على حقهم الدستوري. نعم أستاذ مؤمن، يعني على ذكر غرفة العمليات الخاصة بالتنسيقية، يعني كيف رصدتم أيضا العملية الانتخابية ودوركم بالتحديد في عملية المتابعة، خاصة مع حالة الحراك السياسي التي نشهدها ووجود أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية من أكثر من حزب؟ طبعا احنا لدينا أكثر من 100 متطوع في معظم الدول الخارجية اللي فيها تصويت. المتطوعين من ضمنهم أعضاء تنسيقية بيقوموا ويساعدوا بتسيير التصويت في اللجان. طبعا شاهدنا 11 دولة تم الانتهاء من العملية الانتخابية والتصويت فيها بإغلاق المقرات، على سبيل المثال بداية من دولة نيوزيلندا، استراليا، اليابان، الصين، سنغافورة، كوريا الجنوبية. 11 دولة بالفعل تم إغلاق الصناديق فيها في اليوم الثالث، نهاية اليوم الثالث طبعا بفرق التوقيت بين مصر. رصدنا في غرفة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدول الأكثر كثافة، طبعا كانت أوروبا النهاردة ليها الحظ الكبير. الدول العربية صراحة كان في ملحوظ تزايد الأعداد بعد فترة العمل كثافة كبيرة. لاحظنا في الغرفة برضو الدول الأفريقية والشركات المصرية اللي بتعمل فيها هناك، من لديهم من عمالة بدأت تحصل على مقرات اللجان لإجلاء بأصواتهم.
نعم، يعني دلالات هذه المشاركة من وجهة نظرك إلى أي مدى هي تعبير عن زيادة الوعي لدى المواطنين، كما شاهدنا في اللقطات التي تبث من مختلف دول العالم الحرص على مشاركة الجيل الثاني والثالث، ولو حتى بمشاهدة هذا المشهد الانتخابي وتأكيد مفهوم الانتماء للوطن؟ أعتقد أن دي رسالة قوية من الشعب المصري المقيم بالخارج لدول العالم، إن الشعب المصري بمختلف فئاته، مسلم، مسيحي، شباب، فتيات، كبار سن، أطفال، كلهم يتمسكون بحقهم، كل الجميع حريص كل الحرص على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على مقدرات هذا الوطن، الحفاظ على مستقبل المصريين جميعا باختيارهم في شفافية تامة، في حرية لم نشاهدها في سنوات عديدة. الجميع يشارك بحب وبانتماء قوي باختيار رئيس جمهورية يحفظ أمن وأمان هذا البلد. نعم أستاذ مؤمن، يعني هل تقومون بتقديم أي تقارير للهيئة الوطنية للانتخابات فيما يخص أبرز ما رصدتموه، أو سيصدر تقرير عن يعني التنسيقية بخصوص مجريات هذه الانتخابات على مدار الأيام الثلاث؟ بالفعل طبعا الغرفة بتتابع جميع الحملات المرشحين الأربعة، بنرصد اي مخالفه او اي تجاوزات، يبقى في تنسيق في اي معلومه او اي حاجه نتواصل فيها. في طبعا تعاون كبير جدا بين غرفه التنسيق الشعبي والاحزاب والسياسيين والهيئه، طبعا بالدور الكبير اللي بتقوم بيه بالمتابعه الدوريه بكل ما يرصد من مخالفات او تجاوزات. لكن في الحقيقه حتى الان سير العملية الانتخابية يسير بسلاسة، لم نرصد حتى الآن أي تجاوزات. أمس كان ممكن يكون في حاجات لا تذكر أو تؤثر في سير العملية الانتخابية. طبعا لدينا تقارير بتتم على مدار الساعة بيتم الإعلان عنها. نعم، ما يتعلق بمندوبي المرشحين وتواجدهم خارج اللجان في مختلف يعني المقار على مستوى العالم، هل كان هناك التزام بالضوابط المختلفة فيما يتعلق يعني بعدم إمكانية وجود دعاية على سبيل المثال، أو التأثير على رأي أي من المواطنين الذين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم، أو غير ذلك من الضوابط المرتبطة بالعملية الانتخابية؟ هو في الحقيقة أن احنا لم نرصد أي تجاوز من أي حملة للمرشحين الأربعة، سواء كان مناديب أو مؤيدين لهم داخل اللجان أو خارج اللجان، لم نرصد أي مشكلة مع جميع الحملات. العملية تسير بثلاثة، الجميع يتوجه لمقر اللجان يختار ويصوت على من يريده بكل شفافية تم. يعني حتى هذه اللحظة لم نرصد أي تجاوز من أي مرشح أو أي حملة خاصة بمرشحين الأربعة. أبرز المشاهد الإيجابية من خلال متابعتك أستاذ مؤمن على مدار أيام الانتخابات المختلفة ما هي؟ أبرز المشاهد هو حرص المصريين في الدول الأوروبية رغم الأجواء الجوية الصعبة، تساقط أمطار وسلوك، لكن أصروا إصرار شديد على التوجه للمقرات اللجان الانتخابية في القنصليات والسفارات علشان يختاروا علشان حقهم الدستوري. من أبرز المشاهد اللي احنا نفتخر بيها إن يكون في مواطن مصري ظروفه الصحية لا تسمح، ولكن يصر إصرار شديد على الانتقال بعربية مجهزة أو بجهاز تنفس صناعي علشان يختار ويدلي بصوته. في عديد من الدول طلبت الجامعة الروسية سفر أكثر من 11 ساعة علشان يختاروا ويدلوا بأصواتهم في مقرات السفارات والقنصليات التابعة ليهم. مشهد نفتخر به جميعا. نعم. أبرز المشاهد هو تصدر الشباب والفتيات اللي فعلا هم عماد الدولة.
نعم، نواصل بالتأكيد متابعة هذا المشهد الانتخابي على مدار اليوم. ختاما بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ مؤمن السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لك.